بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم جميعا، صباح الخير عليكم. إن شاء الله بإذن الله فيديو جديد ينال إعجابكم. أتمنى بإذن الله سماع الفيديو وتشجيع المحتوى، أي محتوى هادف مش كتير عليه إن نسمعه ونشجعه. بإذن الله نبدأ الفيديو. بإذن الله نتأمل مع بعض في الفيديو حاجات ممكن تكون غايبة عنا شوية في خلق الله وفي نعم الله. الإنسان لو فرحان مبسوط حاسس بنشوة، انت سعيد بإرادة الله، مبسوط متوهج فرح بإذن الله، دايما ننسب الفضل بيد الله. ليس بالضرورة أبدا انك تكون فرحان علشان انت عاوز تكون فرحان، لا، الفرح والسعادة والانبساط كل شيء من عند الله. لازم ننسب كل شيء، الأشياء كلها لله، الفرح لله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الناس اللي معها فلوس وبتتاجر وبتكسب، انت بالضرورة لازم تكون غني؟ لا، سبحان الغني الذي اغناك، سبحان الذي اعطاك، سبحان الغني الذي اعطاك فاغناك فانعم عليك. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. انسب الاشياء لله، انسب الفضل لله، غناك لله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس اغناكم. لو اراد رب العالمين العكس أبدا مش هتكون مثل هذا. دايما تجارتك تكون مع الله، تجارتك ما تكون مع الله، وانسب الفضل لله وشوف حق الله في هذه التجارة كي يزيدكم من فضله. قل إن الفضل بيد الله كما قلت، تجارتك أبدا لازم تكون مع الله. هل الإنسان المغرور تدبر مرة في يوم من الأيام ونظر إلى السماء وقال من أين وجدت؟ خلقي وتكويني وصحتي ومالي ونفسي، ينسبها، ينسب الفضل لمين؟ لله رب العالمين. تكويني، حياتي، مماتي، بعثي، نشوري لله رب العالمين. قل إن الفضل بيد الله كما قلنا. الإنسان المغرور، الإنسان المغرور عموما يتدبر في خلق الله، في نشأته وفي مماته. الصحة ليس بالضرورة أبدا إنك تكون صحيح، ده هبة من عند الله سبحانه وتعالى. أبدا ليس بالضرورة إنك تكون صحيح، لكن الصحة سبحانه وتعالى يؤتيها لمن يشاء. سبحان الله، الصحة تاج فوق الرؤوس، نحمد رب العالمين عليها أناء الليل وأطراف النهار، ما يعرفهاش غير الإنسان المريض. لو حسينا شوية صداع، لو حسينا بشوية صداع خفيف نشتكي ونتألم. فليس بالضرورة أبدا يا إنسان إنك تكون صحيح وتعيش صحيح حتى الممات بصحة جيدة، حتى الممات أبدا، ده هبة من رب العالمين. لا نحصي ثناء على شكر الله عليه أبدا، ده هبة من رب العالمين. دايما نشكر رب العالمين ونحمده على الصحة، ربنا ما يحرمنا منها ولا يحرم حد منها. ما يعرفش قيمة الصحة إلا الناس المرضى. الإنسان لما بحس بشوية صداع، رب العالمين هو اللي بيعلم بيه. ربنا ما يحرمنا أبدا من الصحة يا رب العالمين.